خلينا في البداية ننعي رحيل واحد من أساتذة الصحافة المصرية الكبار، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية اليوم ونعاه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء النادي. رحيل واحد من أصحاب الأقلام الصحفية العتيدة والرصينة والتاريخية، وأعتقد يا باشمهندس كان لك تاريخ انت طويل مع الأستاذ مكرم عليه رحمة الله. 5 سنوات طلبني ان اتعاون في الصفحة الرياضية في المصور من 85 ل 91. الحقيقة ما كنتش قابلته قبل كده، لكن من خلال التعامل معاه راجل موضوعي ومهني ووقور وفي نفس الوقت صارم صحيح في عمله. صحيح. رحمة الله عليه كان أستاذا وملهما لكثير من الأجيال. ألف رحمة ونور على الأستاذ مكرم الكاتب الكبير والرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وواحد من اللي خدموا صاحبة الجلالة بفكر كبير وعطاء وطني يشهد له الجميع.